أنا أعتقد أنك حقيقة أوضحت نقطة مهمة جدا. روسيا والجنرالات الروسية لن يجلسوا ويتفرجوا خلال الأشهر القادمة وينتظروا وصول هذه الدبابات ويقوموا فقط بالدفاع من الهجمات المضادة. لو كنت أنا جنرالا روسيا سأقوم بكل ما أستطيع القيام به من أجل مجابهة هذه الدبابات، المزيد من القوات، المزيد من المعدات، ولكن رسالة واحدة: أننا علينا أن نهاجم الأوكرانيين قبل أن يقوموا هم بذلك. انتظار الهجوم من جانبهم هو ليس ما يقوم به جنرالات حرب من روسيا، وعبر التاريخ ليس هذا هو المعتاد لما يقوم به الروس. فأنا يمكن أن أشعر بالقلق حيال هذه الهجمات المضادة والتركيز على قدرة الدفاع بهذه الدبابات. يجب أن يكون هناك استمرار بالدفاع حتى تصل الدبابات.